تحياتي، اسمي أحمد بدران، أنا من الغوطة الشرقية، مقيم حاليا في تركيا. شقيقي الأكبر اسمه فارس بدران، معتقل في سجون نظام الأسد منذ أواخر عام 2013. طبعا حتى هذه اللحظة نحن لا نعلم تماما أي شيء عن أخي، سواء كان على قيد الحياة أم لا. وهذه ليست حالنا فقط، إنما هي حال معظم أهالي أو أقارب المعتقلين في سجون نظام الأسد. وبعد أن تم تسريب صور قيصر، رأيت حتى الآن أكثر من 10,000 صورة، وما زلت مستمر بالبحث عن أخي ضمن هذه المقبرة الرقمية، على أمل بأن لا أجده إن شاء الله. طبعا كل الدعم لقانون قيصر، ومع تحقيق العدالة وإطلاق سراح المعتقلين والإطاحة بنظام بشار الأسد المجرم وأتباعه.